السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. وتغطيتنا اليوم عن جي ام سي سيارة اس ال اي الفيس ليفت الجديد. راح نتعرف على أهم مواصفاتها وأهم المزايا، وقبل ما أبدأ أغطيها لكم يسعدني أخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم ضغط حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستغرام وعلى تيك توك. يلا بسم الله، خلونا نتعرف على سيارة البيك اب الأمريكية الأكثر شعبية في السيارات الأمريكية عندنا، سيارة اس ال اي الفئة الأكثر رغبة لأنها مراتب متصلة وما زال قيرها علاقة. طبعا موديل 2022 والفيس ليفت الجديد. 2022 يجي على شكلين، في الشكل حق القديم اللي جاب الموديلات السابقة، وفي الفيس الجديد اللي نفس 2023 ب 184 ألف ريال شامل الضريبة. ناخذ كذا جولة على السيارة من الخارج. اي صح، انا فاتح درج من الخلف انسكره مرة واحدة. سكر هذا، خلي سكره، بعدين نرجع له مرة ثانية عشان نفتحه ونصوره لكم. من المنافسين الأمريكان رام الـ 1500، ولا ننسى الفورد الـ F-150، هذول هم المنافسين الأمريكان. طبعا في سيارات في أمريكا كذلك تنافسه، منهم تويوتا تندرا للسوق الأمريكي ونيسان تيتان كذلك للسوق الأمريكي. محرك V8 الأكثر شعبية 5.3 355 حصان تقريبا، 8 سلندر مع جير اوتوماتيك من 10 سرعات. نظام الدفع فيها فهو رباعي، دبل خفيف دبل ثقيل، تقدر تخليها برضو يعني وضعية الاوتو. المواصفات الخارجية، فئة الاس ال اي تتميز بشبكها الكرومي ما شاء الله، هنا ما هو بنفس لون السيارة، كذلك الصدام الستيل ما هو مصبوغ نفس الفئات الأعلى منها، إضاءات فول ال اي دي، شمعات جميلة، يعني في تحسين صراحة على مقدمة السيارة جاية أجمل. من يعني صراحة جي ام سي مجرمين، يعني ما عندهم ريوس بالفيس ليفت، على طول يكون أحلى من اللي بعده، من اللي قبله بل من اللي بعده. طيب عندنا هنا كروما 5.3 شكل فتح التهوية في 8. الآن نروح لجنط السيارة اللي يجي مقاس 18 إنش الكروم مع لون الرمادي الفاتح. مقاس الجنط زي ما ذكرنا 18 265 على 65 مقاس الكفر، الكفرات من نوع جودير. طبعا عندنا المرايات فيها كروما، هنا عندنا أنوار في المراية، عندنا على الباب من تحت اسم السيارة، هذه السيارة مع الجنب. هذا قلت قبل شوي سكر الباب وما سكر، والله ما أدري هذا من وين يفهم. بسم الله، لاحظوا الندى هذا الموجود من الشكامين. طيب هذه الخلفية، عندنا الإضاءات الخلفية LED، أربع حساسات خلفية، فتحتين شكمان خلفية وهوك خلفي. باب الصندوق طبعا فيه له درج، ويفتح باب الصندوق عن طريق الريموت، فقط فتح زي ما نلاحظ، لكن فتح الدرج بطريقة يدوية، كذلك إغلاق باب الصندوق بطريقة يدوية. عندنا الإضاءات الموجودة هنا، هذه السنادة اللي نرفعها قد صورتها لكم بالسابق، هذا تلبيسة ولا طبقة رابتر؟ لا هذه تلبيسة، شكلها طبقة رابتر صراحة، قطعة تلبيسة، بس صراحة سماكتها هذا اللي يجي هنا تلبيسة، بس سماكتها سماكة تلبيسة ما شاء الله. طيب كاميرا خلفية وإضاءة، في منافذ طاقة عشان المقطورة خلفية. نروح لصرفية الوقود اللي ماخذة تقييم سيء جدا، 9.6 كيلو لكل لتر بنزين، نوع البنزين 91. طبعا دخول ذكي، تشغيل ذكي. بسم الله، هذه السيارة الداخل، نور انوار السقف. طبعا هذا هو الدركسون، تصميم رباعي، زجاج كهربائي، عندنا مراية كهربائية، خاصية النقطة العمية موجودة، فورميك التخشيب موجودة في الأبواب، جرانت كهربائي. طبعا دفع الرباعي موجود بالسيارة، تقدر تخليه دفع خلفي أو تخليه على الأوتو، الدبل خفيف الدبل الثقيل موجود عندك. هنا زر درايف مود، طرق الوعرة والعادية والرياضية، ثلاث وضعيات، وهذا خاص بالمقطورة
طيب هذه لمبات الحوض، هذه اللمبات الجانبية اللي في المراية، هذه هي عصا أنوار. طبعا ما هو عصا أنوار، هو فرار أنوار في وضعية الأوتو بحيث أن القيب النهار يطفي بالليل يشتغل. دركسون السيارة رباعي مكسب الجلد، تحكم بالنظام الصوتي خلف المقود. لاحظوا الكروم اللي جاية هنا، الأوامر الصوتية، البلوتوث، التحكم. طبعا شاشة بالفيس ليفت وهذا شيء جميل صراحة، يعني سيارة أنيقة جاية. مثبت سرعة مع تنبيه ما قبل الاصطدام. جير السيارة أوتوماتيك 10 سرعات، لو نركز نشوف أنها 10 سرعات. وهذه طبعا أعلى فئة بالجير علاق، يمكن الستاندر برضه علاق، لكن الفئات اللي أعلى تيجي جير أرضي ويجي مراتب أمامية مفصولة، على عكس هذه اللي تيجي أكثر رغبة اللي هي منفصلة متصلة. فيعني معشوق الناس الشباب أكثر صراحة، وتختلف الأذواق بين شخص وشخص، يعني في واحد من الشباب عارفه بالعكس كان يدور مفصول عشان ما يركب أحد. كل واحد حر باختياره، كل واحد حر بفلوسه. طيب طبلون شاشة في بوصلة، عندنا هنا الوضعية الار بي ام، السرعة، تنك الوقود، الحرارة، ما شاء الله. طبلون يعني الشاشة جدا جميلة وأنيقة، معطي السيارة منظر جميل جدا صراحة، تخليك تحس بالفخامة غصب عنك. مع أن جي ام سي ما هي العلامة الفاخرة واو في جنرال موتورز، لكن هي صراحة تعتبر أعلى شوي من شفرلي، مع العلم أن شفرلي عندهم مواصفات، يعني ما أدري، هي كانت زمان أنها أعلى من شفرلي، بس كل واحد صار الحين يطلع مواصفات على كيفه وجنب بعض. طيب عندنا هنا شاشة السيارات، جاي شاشة عملاقة. لا أنا ما أبغى تسجيل يا جماعة، لا لا، في الوضع التجريبي هذه إذا شريت السيارة تسوي عليها. الشاشة أندرويد، تدعم أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، ما شاء الله. شوف الشاشة نقاوتها، صفاوتها، كل شيء فيها واو، ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب ندق ريوس، هذه هي كاميرا خلفية ومساراتها متكيفة مع حركة المقود، ونقدر نخلي وضعية المقطورة. معليش في هنا عائلة مرت، بس شلون طفت الكاميرا. عموما عندنا هنا اللي طفل الارباقات الجانبية، نظام تحديد المسار، الحساسات، فتح باب الصندوق الخلفي. عندنا فليشر، تراكشن، نظام ستارت ستوب حق توفير الوقود، نظام المنحدرات، كل هذه الأزرار موجودة عندك. زر التشغيل الذكي ما يحتاج، هذا هو موجود، هذا خاص بالمقطورة. لاحظوا يا جماعة الخير، على أن السيارة صغيرة غمارة، طبعا هي واسعة من جوا، يعني 3 أنفار تشيل بالراحة، لكن شوفوا مكيف بتحكم منفصل بين السائق والراكب، مهتمين بالميزة هذه. منفذ يو اس بي، منفذ تايب سي، المراية الداخلية طبعا عديمة هي تعتيم، لو شدوا حيلهم شوي صراحة يا جماعة جنرال موتورز ترى تستحق السيارة انها تكون مراية داخلية تعتيم. نظام ستار، نظام الطوارئ، هذا يعني حق النظام الجديد حق السيارات الامريكية موجود فيها. ليش مستعجل؟ هذا الدرج الامامي العلوي، وهذا الدرج السفلي. وعندنا سنتر لوك في باب الراكب زي ما نلاحظ. هذه ابرز الاشياء، هذه التكايه، لاحظوا في مساحه تخزين كذا صار منفصل، وعندكم هنا مساحه خفيفه. زمان كانوا يحطون كاسيتات، قاعده كاسيتات، بس ما الحين مع التطور ما عاد تحتاج ذي الاشياء نهائيا. عموما يصير عندك هنا درج، هذا هو. طيب نسكرها، شوفوا المساحة بعد عندك هنا، يعني لا تشيل هم. في منافذ طاقة يا جماعة، شوفوا منافذ الطاقة، معبية منافذ طاقة ما شاء الله تبارك الرحمن. بس الزجاجة هذه خلفية ما تفتح. طيب شماس الساق فيها مراية، شماس نفس هذه الفكرة مع إنارة دبل تجي. هذه أبرز المواصفات متابعيني الكرام. بالنسبة للأمن والسلامة موجودة بسيارة فايفرام لبي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 3 أحزمة أمان، النقطة العمياء، تنبيه ما قبل الصدام، تنبيه خروج على المسار، كلها موجودة بالسيارة، والحافظ الله دائما وأبدا. سيارة جميلة، سيارة شبابية، تستهدف الشباب اللي يحبون يحملون أغراض معهم أو يحبون شكل السيارة البيك أب الأمريكية. سيارة دفع رباعي، كل ما تحافظ عليها تعطيك عمر افتراضي أطول. خاصة المحرك الليلي الأكثر شعبية هو V8 5.3. ما أدري صراحة شو أقول لكم بعد، خلاص شفتوها كاملة. أتمنى صراحة ما أكون ثقلت عليكم متابعين الكرام، أتمنى شفت التغطية كاملة عن جي ام سي سييرا اس ال اي 2022 الفيس ليفت الجديد، يعني نفس شكل 2023، لأن في 22 في شكلين يعني جاي.
طولت عليكم، اتمنى ما اكون غثيتكم. اهم المزايا للاس ال اي ان الشبك كروم والصدام ستيل والداخليه المتصله والقرع العلاق، فهذه المزايا تخلي الاس ال اي صراحه يعني. وعبد الرحمن انت تسوق عشان عندك؟ لا والله ما اسوق عشان عندي ولا اي شيء، انا اي سياره عندي سواء عجبتني ما عجبتني انا اذكر لكم الاشياء اللي فيها. بس شعبيه الاس ال اي عشان المراتب المتصله والصدام الستيل، فما ادري هل هذه والقرع العلاق، فما ادري هل هذا الشيء ما زال يلفتكم او لا، خلاص صرتوا ميالين للملكي اكثر. طولت عليكم، تابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.